معركة أوكرانيا انتهت، أحان وقت بولندا. ما الذي يتحدث عنه الرئيس الشيشاني؟ هل ينوي غزو بولندا حقا؟ وهل هناك أمر من بوتين بذلك؟ البولنديون في قلق، هل سينفذ قديروف قوله؟ حرب كلامية مستعرة بين أمريكا والصين، وموسكو وبكين تنقذان مجنون كوريا الشمالية، فما الذي ستفعله أمريكا الآن؟ والصين تقولها للعلن، لن نقبل بأي قمر صناعي يخدم أمريكا في سمائنا، فهل من رد أمريكي؟ خطة بوتين لتحالف جديد مع حلفاء أمريكا، مصر والإمارات، هل هي خدعة لكسر تحالفات الغرب وتجنب عقوباتهم؟ زيلينسكي يرغب بالحديث مع موسكو، فهل يقبل بوتين بالحوار؟ الناتو يجهز مركزا محصنا لنقل السلاح إلى أوكرانيا، فكيف سترد روسيا؟ هل ستدخل موسكو والناتو بحرب مؤكدة جراء هذه الخطوة؟ اليونان تتلقى الضربات من إيران وتركيا وتطلب تدخل الأمم المتحدة، ودول عربية تحيي احتفالات إسرائيلية، بينما العراق يعلن نجاح القرار الذي طرحه بخصوص إسرائيل. فلماذا يقوم بعض العرب بهذه الأفعال؟ قديروف يهدد. قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف إن عملية غزو أوكرانيا انتهت، متوعدا بولندا بأن تكون الوجهة القادمة لعملية عسكرية روسية، وأضاف: أنا مهتم الآن ببولندا. ما الذي تحاول بولندا فعله؟ إذا تم إصدار أمر بعد أوكرانيا بمهاجمة بولندا، فسنظهر لكم معدنكم الحقيقي في 6 ثوان. واستكمل حديثه الموجه لوارسو: من الأفضل أن تعيدوا أسلحتكم ومرتزقتكم وتطلبوا من سفيرنا الصفحة رسميا، لن ندع الأمر يمر، فقد كما تعلمون لدى الشيشان تقليد جيد جدا، مهما فعلتم من أشياء سوف تعود إليكم. عن أي تهديد نتحدث؟ ما كل هذه التهديدات؟ هل من رد لبولندا وحلفائها؟ حرب كلامية. ردت وزارة الخارجية الصينية على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن الصين تشكل تحديا للنظام الدولي، وأضاف: خطاب بلينكين ينشر معلومات كاذبة عن الصين ويعد تدخلا في شؤوننا الداخلية، فالصين كانت دائما وستظل المدافعة عن النظام الدولي. الصين تعبر عن استيائها الشديد واحتجاجها القوي حسب ما نشرت وكالة سبوتنيك. وبعد أن أرعب مجنون كوريا الشمالية جيرانه والعالم بصواريخه، أمريكا تضع الفخ ليقع فيه المجنون، ولكن الصين وروسيا يمدان أيديهما لكيم جونغ ويستخدمون نقض الفيتو ليلغوا عقوبات دولية كانت جاهزة لتطبيقها على الرئيس الكوري. وهنا وضعت أمريكا في موقف محرج بعد أن اتفق الصين والروس في مجلس الأمن ليلغوا القرار بحق الفيتو. هذا ونشرت مجلة نيوزويك الأمريكية صور أقمار صناعية توحي بأن الصين تخطط لغزو تايوان متجاهلة تحذيرات واشنطن. أما الخارجية الصينية فقالت: ليس لدينا أي نية لبناء قاعدة عسكرية في جزر سليمان. القاتل الناعم. بعد أن اعتبرتها تهديدا لأمنها القومي، الصين تحضر مخططا لتدمير أقمار إيلون ماسك. صحيفة بزنس إنسايدر تناولت تفاصيل ورقة بحثية صينية من معهد بكين للاتصالات السلكية واللاسلكية، تحدثت حول تجهيزات الجيش الصيني لتصنيع سلاح يعطل أقمار ستارلينك. السلطات الصينية حذرت من الوظائف العسكرية التي ستنفذها الأقمار بعدما وقعت سبيس إكس عقدا مع وزارة الدفاع الأمريكية لاستخدام الأقمار لأغراض عسكرية، فيما لم ترد سبيس إكس على تحضيرات السلطات الصينية لتدمير أقمار ستارلينك. فكيف سترد أمريكا على هذا السلاح الناعم؟ كسر تحالف الأعداء. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك عداء ملحوظا من الغرب تجاه روسيا، متابعا أن بلاده تسعى للحفاظ على التجارة مع إيران من خلال توقيع اتفاقية جديدة، مضيفا: نسعى للارتقاء الاقتصادي بين الإمارات ومصر. وأضاف بوتين في كلمة له خلال اجتماع للمجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي:
ندرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والتكامل الاقتصادي مع الإمارات. نحن لدينا مشاريع اقتصادية مع مصر وأيضا مع الإمارات. نحن نوسع نطاق المعاملات بالعملة المحلية مع الدول الصديقة. هكذا قالها بوتين وفقا لما نقلته قناة العربية بعد أن أرسلت الإمارات نفطها لأوروبا. ها هي اليوم تحسن العلاقات مع روسيا، فما الذي يحاول أبناء زايد فعله؟ الرغبة بالحوار. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ليست متحمسة للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن يتعين عليها مواجهة حقيقة أن هذا سيكون ضروريا على الأرجح لإنهاء الحرب. وذكر زيلينسكي في كلمة لمؤسسة بحثية إندونيسية: هناك أشياء يجب مناقشتها مع الزعيم الروسي. أنا لا أبلغكم أن شعبنا حريص على التحدث إليه، لكن علينا مواجهة حقائق ما نعيشه. فهل يحصل زيلينسكي على ما يريد بعد قناعته بضرورة الحوار مع بوتين؟ قضية العرب. كان قرارا مطروحا للنقاش، لكنه اليوم صار ساريا وواقعيا. فالبرلمان العراقي يعتبر التطبيع مع إسرائيل جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضحت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق. جاء ذلك في أجواء احتفالية من جانب العراقيين، لكن بالمقابل أعلنت السفارة الإسرائيلية في القاهرة أنه للمرة الأولى منذ 40 عاما احتفلت أوركسترا إسرائيلية عند الأهرامات بعيد استقلال الدولة 74 في حفل مهيب نظمته السفيرة أميرة أورون بمنزلها. بينما سادت حالة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي إثر إقامة السفارة الإسرائيلية في البحرين حفلا بمناسبة ذكرى ما يسمى عيد الاستقلال الذي يوافق ذكرى النكبة في فلسطين، وسط ترحيب إسرائيلي بهذه الخطوة. فما الذي جعل هاتين الدولتين تحتفلان بعيد للكيان الصهيوني؟ الأحداث والتطورات. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مصادر إيرانية وأمريكية أن طائرة مسيرة استهدفت هذا الأسبوع موقع بارشين العسكري شديد الحساسية خارج طهران. فورين بوليسي: الناتو جهز مركزا محصنا لنقل السلاح الى اوكرانيا. زيلينسكي للغرب: توقفوا عن العبث مع روسيا وافرضوا عقوبات اشد على موسكو لانهاء حربها العقيمة في اوكرانيا. كشف مسؤولون امريكيون لشبكة CNN ان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن تستعد لارسال انظمة صاروخية بعيدة المدى لاوكرانيا. روسيا تؤكد لايطاليا استعدادها لحل ازمة الغذاء بشرط رفع العقوبات عنها. تقارير غربية تفيد أن القوات الروسية بدأت بنقل قواتها من القرم نحو زابوروجيا. الرئيس الأوكراني يتساءل: كم عدد الأسابيع التي يحتاجها الأوروبيون لفرض حزمة من العقوبات الجديدة على موسكو؟ تركيا تحذر اليونان من حجم القوات في جزر بحر إيجا وتؤكد انتهاكها لمعاهدات السلام. وأثينا تقول إن زيادة عدد قواتها هو رد فعل. اليونان بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبت فيها تركيا بوقف التشكيك بسيادة اليونان على جزرها في بحر إيجا. خلال ذلك أفاد الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية احتجزت ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج. جاءت هذه الخطوة رداً على احتجاز اليونان ناقلة إيرانية. وزارة الخارجية اليونانية تتهم إيران بممارسة القرصنة ودعت للإفراج الفوري عن سفينتين وطاقميهما. وبالمثل تقول طهران لليونانيين: هذه بتلك، اتركوا سفينتنا نترك سفينتيكم. قادروف يهدد بولندا والحرب الباردة تشتد بين الصين وأمريكا، فإلى ماذا ستؤول هذه التوترات بين أقوى بلدان العالم؟